أهلا بحضراتكم من جديد وجولة في أبرز وأهم ما تناولته الصحف العالمية، ونرحب بضيوفنا اللي بيشرفونا دايما في هذه الفقرة، أستاذة رجاء شعباني الإعلامية التونسية، أستاذ محمد المصري الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بيكم ضيوفنا الكرام، دايما بتشرفونا. مساء الخير لحضرتك والمشاهدين الكرام. وطبعا بينضم إلينا دايما برضو الصحفي الجميل عبد الرحمن يوسف من واشنطن. عبد الرحمن أهلا بيك وشكرا على وجودك معنا، وخلينا نبدأ في البداية مع السؤال اللي طرحته وول ستريت جورنال، واللي قالت لماذا يفشل غزو العالم الإسلامي. ده يمكن كان مش عارف دي افتتاحية بقى الوول ستريت جورنال ولا كان أحد المقالات، إلا أنه كان موجود أهو معنا، مش عارف موجود معنا ولا لأ. موجود؟ طيب لحد ما يجهز خلينا نبدأ بالسؤال اللي طرحته وول ستريت جورنال، ونبدأ مع عبد الرحمن. عبد الرحمن، ايه طبيعه ما ذكرته وول ستريت جورنال وهذا السؤال اللي يبدو ان هو معبر وذو دلالات كثيره ربما احدثها ما جرى في افغانستان؟ يعني في حقيقه الامر السؤال ملغم، هذا ما قال راي لروبرت نيكلسون، وروبرت نيكلسون يعني هو متخصص في الدراسات العبريه، وهو يعني من مؤيدي اسرائيل، وول ستريت جورنال هي يعني صحيفه اقتصاديه يمينيه بالمعنى الاقتصادي، ويمينيه ايضا بالمعنى الايديولوجي، وبالتالي العنوان قد يكون خادعا في بدايه الامر، لانه يوحي بالنوع من انواع بين قوسين الفخر، لماذا يفشل غزو العالم الاسلامي. يعني هذا ربما يعطيك شعورا بالفخر بان دول العالم الاسلامي ربما تكون عصيه على الغزو، لكن هناك دول اخرى كانت عصيه على الغزو مثل فيتنام وما الى ذلك. وبالتالي السؤال قد يبدو في ظاهره جيد، لكن في مضمون المقال هناك نظرة استشراقية كبيرة، وهناك نقاط إيجابية بطبيعة الحال، لكن هناك نظرة استشراقية، لأنه يستند في المقال إلى رؤية سامويل هانتنغتون، وهو صاحب رؤية صراع الحضارات، ونعم وهو يرى يعني أن بين قوسين أن المسلمين في هذه المنطقة يريدون أن يعيشون وفق يعني رؤيتهم الخاصة، وقال أنه في نهاية الأمر أن فرد السياسة، يعني أن السياسة متصلة بالثقافة والثقافة متصلة بالدين، هو يقول هذا في المقال، ويعني الثقافة والدين لدى المسلمين إنما هي بين قوسين عصية على القيم الغربية المستندة إلى المسيحية واليهودية، وكأنه يريد بين قوسين أنها يعني غير راغبة في التقدم، ومن ثم هناك ملمح كما قلت استشراقي فيه رغبة في الذم. لكنه أيضا قال نقطة إيجابية للجانب الأمريكي حينما قال في المقال أن يعني مسألة احترام القيم الأمريكية لن يأتي عبر فرضها، هو أكد على فكرة أنه لن يكون عبر فرضها، وقال أن هناك أقلية تدعو إلى تغيير القواعد التقليدية للتعامل مع الدين الإسلامي، لكنهم هم شجعان لكنهم أقلية. ومن ثم هو لم يكن يمتدح الوضع القائم، هو كان فقط يرى أن محاولة الفرض القيم المسيحية اليهودية التي هي من بين في رأيه هي سبب التقدم، وده يعني كما تلاحظ هي رؤية استشراقية تقوم على فكرة أن هناك صراع بين الثقافات وهناك صراع بين الأديان، وأن المسلمين عصيين على التغيير، لكن مسألة غزوهم أو مسألة الفرض القيم عليهم بالقوة لن يغير من الأمر شيء، إلا أن المسألة كامنة في الثقافة وفي الدين، وكأنهم هم الرافضون لهذه المسألة. وقال أنه يجب أن يكون هناك يعني متابعة من الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يترك لهم أن يعيشوا كيفما يختارون في مجتمعاتهم، لكن دون أن يتجاوزوا الخطوط الأمريكية الحمراء. وكما ترى هذا أيضا ملمح قد يعطيك في البداية نوع من الشعور بالفخر أنه يعني اكتشفوا أنك لن يمكن أن تفرض عليك. هو ده السؤال نفسه، يعني اللي هو فكرة إيه الرغبة، لكنه أيضا يرى أنك مراقب وأنك تحت المراقبة، بحيث أنك إذا تجاوزت الخطوط الأمريكية الحمراء فإنه في هذه الحالة يجب أن يكون هناك تدخل. وبالتالي هي دي نفس الجزئية عبد الرحمن، مش عايزين نتجاوزها برضو حتى هنا أستاذ رجاء، فكرة أنه هو مش بس بيذم بشكل خفي يعني الثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي، إلا أنه بيقف بالولايات المتحدة أمام حقيقة هي بتحاول لفرضها، لفكرة محاولة فرض الثقافة الأمريكية والنمط الغربي على العالم الإسلامي، وهي محاولات باءت بالفشل على مر المحاولات.
فعلا أنا صراحة مع ما قاله الزميل، يعني أن المقال وإن كان ضمنيا هو من كان في صورته أو في عنوانه المقال قد يتحدث عن أن العالم الإسلامي هو عصي عن الغزو، إلا أنه أخرج العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية على أنها شعوب متخلفة وترضى وترفض التطور وترفض يعني ما هي راعية له أمريكا من تقدم ومن إلى آخره، حتى أنه قارن بين أن أمريكا يعني سابقا وكانت يعني تحت الحكم الكنيسة وتحت حكم الدين إلى آخره، واليوم هي تطورت عنها، ولكن العالم الإسلامي هو يرفض التطور عن الحكم الديني، وحتى أنه أخرج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أخرجه مخرجا آخر على أساس أنه صراع ديني، وقال في المقال أن الفلسطينيين يرفضون المسيحيين واليهوديين يعني الصليبيين واليهوديين على أساس أن هذه الأرض هي أرض إسلامية وأرض للمسلمين، في حين أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو صراع احتلال لأرض يعني هي ليست بأرضهم، وهو صراع استيطاني صراحة. فإنه في ضمنه يعني المقال يعني يحتوي على عدة مغالطات، وهذه الجزئية برضو هي متعلقة بفكرة محاولة فرض نمط معين على عالم له طبيعته الخاصة. يعني حتى باستشراف النموذج الأفغاني هتلاقي ان نفس المشكلة، هم بيحاولوا ان يفرضوا نموذج ديمقراطي معين على حركة طالبان، فيما حركة طالبان لا تتبنى هذا النهج ولا أفغانستان نفسها تقبل هذه الطريقة في التعاطي حتى على الديمقراطية على النموذج الغربي. فده يمكن سؤال بيطرحه الول ستريت جورنال وبيجاوب عليه. طبعا هو لا شك انه نحن في عندنا مشكلة مع الثقافة الغربية وخاصة الأمريكية. تبدأ هذه المشكلة هي كمشكلة فكرية نظرية مع الثقافة أو مع الأيديولوجية الليبرالية. الليبرالية تختزل القيمة، قيمة الحرية داخل المذهب الليبرالي، بمعنى نحن عندنا قيم مطلقة يعني يسعى الإنسان لتحقيقها، مثل الحرية، مثل الكمال إلى آخره من القيم الأخلاقية العليا. الليبرالية يعني تفرض نفسها باعتبار أنه قيمة الحرية أصبحت مجسدة داخل المذهب الليبرالي، فبالتالي أصبحت الليبرالية هي معيار لتقدم الشعوب، هي معيار الحرية، من لا ينتهج الليبرالية. وهذا ما رأيناه في الحروب التي قادتها أمريكا في بعض الأماكن، كانت مبرراتها أنها تريد أن يعني تفرض هذه الليبرالية وأنها تريد أن تقدم العالم وأن تسعى بأن يتقدم إلى الأمام. نفس الشيء هذا الموضوع نراه الآن، بمعنى المقال فعلا فيه كما تفضل الأستاذ عبد الرحمن فيه نفس استشراقي، هو يقدم العالم الغربي باعتبار أنه القيمة المطلقة، والعالم يعني العالم المسلم ربما يعني خسر أو قد يكون قد خسر بعدم لحقه بهذا الركب، ركب العالم الغربي. ولكن اسمح لي أن أشير نقطة مهمة جدا جدا في هذا المقال. ابتداء هذا المقال يعني يؤلمني أنا كإنسان قبل أن أكون مسلم أو قبل أي شيء، يؤلمني لماذا؟ لأن نحن نتكلم الآن عن مقال يعيد النظر في الفلسفة السياسية الأمريكية، في فلسفة الأخلاق السياسية الأمريكية. يعني بمعنى قبل كان يعني بعض طروحات هنتينغتون وغيره من فلاسفة السياسة الأمريكيين كانوا ينظرون لمبدأ أنه أمريكا الآن الدولة الأقوى في العالم، الدولة التي تقود يعني المعسكر الليبرالي، هي معنية ومسؤولة عن أن تنشر هذه القيم في العالم. بعد عقود من الزمان يأتي هذا المقال ليطلب إعادة النظر في هذه الرؤية ويقول يجب أن نتوقف عن فرض رؤيتنا على العالم قصرا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، متى توصلتم إلى هذه القناعة؟ بعد أن دمرتم دولا ومجتمعات. يعني بمعنى نحن الآن تحت رحمة هذا القوي الذي يقوم بتجارب، ونحن دائما ما نقول بأن القيم الوضعية الإنسانية في المجال الاجتماعي خطيرة جدا. لماذا أستاذ سيد؟ لأن التجارب الاجتماعية لا تعطي نتائجها إلا بعد أجيال، فإذا أثبتت خطأها أنت ماذا فعلت؟ أنت قمت بتضييع أجيال كاملة. الذي حصل الآن بعد 20 عام من القتال في أفغانستان، أنتم دمرتم الحجر والشجر والمجتمع وقتلتم الآلاف من الناس، من الأمريكيين وغير الأمريكيين، من أبناء البلد الأصلي، دمرتم البنى التحتية إذا كان هناك بنى تحتية، ثم بعد ذلك تقولوا والله نحن توصلنا إلى هذه القناعة. لذلك هناك مشكلة، والمشكلة الأكبر أن من يتحكم بهذه فلنقل بهذه التقلبات المزاجية في السياسة الأخلاقية هي دولة قوية تستطيع أن تفعل على الأرض الواقع، تستطيع اليوم أن تجد قيمة أخلاقية سياسية معينة تذهب تطبقها في مجتمع معين فتقوم بتدمير هذا المجتمع، ثم بعد سنوات تقول لك يعني هذا الموضوع كان خطأ يعني بعد ماذا؟ جوهر الفكرة دي قائم على فكرة أنت ما ينفعش تبني حضارة على رفات الناس اللي انت عايز تبني لهم الحضاره دي، انت بتقتلهم ولا عايز تنقل لهم الخير؟